السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمحطة نتاع تحلية مياه البحر تاع المقطع التي تقع بين مدينة مستغانم ومدينة وهران، واللي كانت تعد أكبر محطة لتحلية مياه البحر في العالم بعد يعني مباشرة بعد إنشائها في 2014. ثم تم بناء محطات أخرى في العربية السعودية في مدن أخرى وفي مصر والإمارات، اللي فاقت هذه السعة نتاع المحطة هذه اللي يعني هي في الحقيقة تصل إلى 500,000 متر مكعب يوميا. وبالمناسبة يعني تم يعني إعادة صيانتها في يعني العام اللي فات، صيانتها وإعادة يعني إعادتها إلى طاقتها القصوى بعد ما عرفت تذبذب في الإنتاج. إذن هذه هي المحطة الضخمة اللي تعد أكبر محطة لتصفية مياه البحر في الجزائر الآن. أترككم تتابعون، السلام عليكم. تعمل محطة تحلية مياه البحر بالمقطع بولاية وهران على توفير وضمان التموين بالمياه الصالحة للشرب لفائدة سكان الولاية، وكذا تزويد الولايات المجاورة بهذه المادة الحيوية. تحلية مياه مقطع اليوم قادر على إنتاج 440 مليون لتر يوميا من المياه المحلات. الأمر اللي خلانا الحمد لله لحد الآن جوزنا صائفة 2023 في أريحية بالنسبة لكل ساكنة وهران والولايات المجاورة لها، بالخصوص ساكنة ولاية معسكر. بعد ما كانت في السنة الماضية لا تتجاوز 220 مليون لتر، وذلك بفضل كل الطواقم التي تسهر على استمرار على رفع القدره الانتاجيه في مؤشرات ولا دي بارامتر تيل كو لو بي اش لا كونديكتيفيتي الالكالينيتي، باش نحافظوا على جوده المياه المحلات المنتجه ونضمنوا مياه تكون صالحه للشرب. وباعتبارها من أبرز محطات تحلية مياه البحر على المستوى الوطني، وبعد سلسلة من عملياتها الصيانة تضاعف الإنتاج بالمحطة من 200 مليون لتر في اليوم إلى 420 مليون لتر يوميا. هذه القفزة سمحت بإنقاص حجم استعمال المياه السطحية، خاصة بعد التغيرات المناخية التي عرفتها البلاد مؤخرا. المحطة فيها بالطبع فيها 25 قطار إنتاج، سكون أبل لي تران دو برودكسيون، كانوا في بعض الأحيان يتوقفوا 10 قطارات تامة متوقفة، اليوم رانا نمشوا ب 25 قطار كلها، إلا نقوموا بالصيانة، دائما نخلوا قطار نخلوه نقوموا بالصيانة الدورية، وهكذا بدون توقف نقوموا بالصيانة الدورية دون التوقفات، وفي نفس الوقت يعني يا دو لا برودكسيون يا دو لا مينتونس. الحمد لله ربحنا حوالي 100,000 متر مكعب، يعني قاعد تقعد مخزنه في السدود. كنا نجلب حوالي قرابه يعني 200 الى 200 250,000 متر مكعب من المياه السطحيه، الان ما نجلبه الا 100,000 متر مكعب، وهذا راجع الى يعني نسبه الزياده اللي طلعت بها محطه المقطع والعمليات الجاريه، يعني باش النسبه هذه تزيد توصل الى يعني الانتاج الاجمالي وهو 500,000 متر مكعب. عملية التحلية أصبحت اليوم ضرورة قصوى من أجل ضمان الأمن الغذائي ومد المواطنين بالماء الصالح للشرب، وعليه تتجه الجزائر بخطى متسارعة لتجسيد العديد من مشاريع تحلية مياه البحر في إطار استراتيجية لتوفير هذه المادة الحيوية.